وبركاته، وأسعد الله مساء صباحكم وجميع أوقاتكم بكل محبة وسلام. تتواصل التحديات والانطلاقات في هذا الصباح، صباح يوم الأحد الذي خصص لسن الكبار، سن الإبداع وسن الإبهار، سن الثنايا، وانطلاقة سادس الأشواط في هذا الصباح والذي خصص، أو الشوط الخامس بالفعل في هذا الصباح الذي خصص لفئة الإبكار. إذن متابعينا الكرام، نذهب ونسير إلى بداية الشوط وإلى المركز الأول. المركز الأول والصدارة والقيادة، هذا شعار محمد بن ناصر العوضي المنهالي، من يتقدم وينطلق مع بداية هذا الشوط ومع المركز الأول، يقدم اندفاعة الشايبة مع المركز الأول محمد بن العوضي بن يحيى المنهالي. المركز الثاني القدوم والوصول من قبل شعار قمرية راشد بن علي بن خليفة الرميتي. المركز الثالث وتابع الانطلاق والوصول من قبل شعارك هي القادمة في هذه اللحظات، هنا الانطلاق والاندفاع مع ثالث المراكز. وصلت محافل أحمد بن حمد بن مبارك بن سالم الشامسي، احتل المركز الثالث. المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات مخيفة سلطان بن سعيد بن مصبح بن سعيد الساعدي. والمركز الخامس تصل في هذه اللحظات القادمة منصورة حمد بن شطيط بن سالم الوهيدي. سابعا تتقدم نوف خلفان بن محمد بن خلفان بن خصيبة الظاهري. المركز الثامن الانطلاق من قبل حضور خالد بن حميد بن حارث المهيري. والمركز التاسع القادمة في هذه اللحظات، هذه كحيصة من تحتل المركز التاسع بشعار ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي. المركز العاشر القادمة بكل قوة مزون حميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي، هو المحتل المركز العاشر. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. إذا المتابعين الكرام، التهاني والتبريكات لمالك غيظ بشعار غيث بن هامل بن خادم الغيث القبيسي، صاحبة التوقيت الأفضل في هذا الصباح، محققة المركز الأول والتوقيت الأفضل 13 دقيقة 16 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. هذا توقيت غيظ صاحبة المركز الأول في الشوط الثالث ومحققة لأفضل توقيت. نذهب إلى بداية الشوط وإلى المركز الأول، إلى التغيرات على المقدمة والانطلاق من قبل جمرية راشد بن علي بن خليفة الرميثي مع بداية هذا الشوط. ومع المركز الأول يتقدم ليقدم لنا قمرية، قمرية قمرية مع البداية ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الشايبة تحتل المركز الثاني محمد بن العوضي بن ناصر المنهالي، قادم مع ثاني الأسماء ومع ثاني التحديات. المركز الثالث مخيفة سلطان بن سعيد بن مصبح بن سعيد الساعدي مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار ومن قبل هذا الانطلاق من قبل محافل أحمد بن حمد بن مبارك بن سالم الشامسي، يتقدم مع رابع الأسماء. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات بشعارك يا أبو حمد ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي مع قحصية، من تحتل المركز الخامس قحصية مع خامس المراكز وخامس التحديات والانطلاقات. المركز السادس وتابع الانطلاق والانطلاق في هذه اللحظات، هذه اللي وصلت مهمة، هزاع بن عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي مع سادس
المراكز، ولكن العودة إلى بداية الشوط إلى المركز الأول. عادت الشايبة وتسللت وانطلقت وتقدمت بشعارك العوضي محمد بالعوضي المنهالي، يتقدم مع انطلاقة الشايبة مع بداية هذا الشوط ومع المركز الأول قائدا لمسيرة هذا الشوط من خلال اندفاع الشايبة مع المركز الأول. أحد الضيوف القادمين والعانين من دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم الشايبة وانطلاقة شعار بالعوضي الحاضر في هذا المهرجان وهذا الكرنفال. يتقدم محمد بالعوضي بن ناصر المنهالي مع البداية، ومحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي مع انطلاقة الشايبة. الشايبة الشايبة يا سلام، الله الله، ممثل عاصمة الميادين، ممثل الوثب الدائم، هو القائد لمسيرة هذا الشوط ومع بداية الانطلاق على البداية. يا سلام، يقدم الشايبة واندفاع الشايبة. المركز الثاني وصلت قمرية، راشد بن علي بن خليفة الرميثي يقدم قمرية مع ثاني المراكز ومع ثاني التحديات والانطلاقات. المركز الثالث القادمة بكل قوة، محافل قادمة محافل، الله الله، أحمد بن حمد بن مبارك بن سالم الشامسي. الشامسي يحتل المركز الثالث من خلال تقدم محافل مع المعركة الأمامية، ولكن أتابع الوصول في هذه اللحظات وأتابع القدوم من قبل في هذه اللحظات مخيفة سلطان بن سعيد بن مصبح بن سعيد الساعدي، من يقدم لنا مخيفة. وأيضا اللي وصلت في هذه اللحظات هذه قحصية لناصر بن حمد بن سالم أو بن سهيل بن عويضة الخيلي، ولكن أتابع انطلاق مهمة هزاع بن سعيد بن مطر بن عيسى الفلاحي. العودة إلى البداية، العودة إلى الصدارة، إلى الشايبة الشايبة. محمد بن العوضي بن يحيى المنهالي مقدم الشايبة، ومع الاندفاع الأول والانفراد الانفراد الكلي عن بقية المنافسين وعن بقية المشاركين والطامحين للفوز في هذا الشوط، هذه الشايبة تنطلق مع البداية، تنطلق مع الصدارة. الله الله، الشايبة 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 مع البداية، الشايبة مع الصدارة، مع القيادة ومع الاندفاع. الأول تقدم هذه العروض المميزة والمعتادة من قبل شعار بالعوضي الذي دائما ما يمثل أبناء الوثبة في مثل هذه المحافل وهذه المعارك. تتقدم الشايبة مع البداية، مع الصدارة، مع المركز الأول ومع بداية الشوط. 3 كيلومترات ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا بالعوضي، الله الله، الشايبة الشايبة، محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي المنهالي. المسافة طويلة يا المنهالي، يبيلها هدوء أعصاب، يبيلها تركيز. هذه الشايبة 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 متمسكة ومتزعمة بزمام الأمور منذ البداية إلى هذه اللحظات، النقلة على ثاني المراكز وعلى ثاني التحديات والشعارات القادمة. محافل محافل، أحمد بن حمد بن مبارك بن سالم الشامسي يقدم محافل مع المركز الثاني ومع هذا الاندفاع. قمرية يا قمرية، قمرية تحتل المركز الثالث بشعار الرميثي، راشد بن علي بن خليفة الرميثي مع المركز الثالث. القادمة بشعارك الاتحادي، بشعارك يا النيادي، مزون مزون مع المركز الرابع. أحمد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي قادم في هذه اللحظات مع رابع الأسماء والشعارات القادمة. المركز الخامس مخيفة سلطان بن سعيد بن مصبح بن سعيد الساعدي.
هو المتقدم في هذه اللحظات، ولكن الوصول ولكن الانطلاق هو الوصول مع المركز الخامس. هذه اللي وصلت، هذه اللي تقدمت وانضمت للمعركة، هذه مهمة. هزاع بن عيسى بن مطر، بن عيسى الفلاحي هو القادم والمنطلق مع بداية هذا الشوط، ولكن نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى القيادة. يا سلام يا سلام يا شايبة، الشايبة 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 تتقدم مع البداية مع الصدارة. محمد بلعوضي المنهالي المنهالي المنهالي، روح بالشايبة، روحت الشايبة، روحت الشايبة، اسرحت مع المركز الأول وانفردت وانطلقت مع بداية هذا الشوط. الله الله يا شايبة. المركز الثاني، ثاني المراكز القادمة بكل قوة، المتقدمة مع المركز الثاني اللي وصلت في هذه اللحظات. قمرية يا قمرية، قمرية قادمة مع المركز الثاني بشعار الرميثي. وصل راشد بن علي بن خليفة الرميثي ليقدم قمرية، وأيضا الوصول وأيضا القدوم من قبل هذا الشعار ومن قبل هذا الاسم الذي بدأ بالوصول. هذه اللي وصلت منصورة، حمد بن اشطيط بن سالم الوهيبي. يا سلام، نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. الكيلومتر الأخير، بدأنا بالوصول من مسافة ثار وثوران الأعصاب. يلا يا العوضي، لم يتبقى إلا القليل. الشايبة الشايبة، قمرية وصلت، الرميثي وصل، وأيضا القادمة محافل أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي. مزون تنضم للمعركة، أحمد بن سعيد بن عامر النياتي. لمن الفوز؟ لمن النوماس؟ لمن الانتصار؟ اللحظات الحاسمة، الأمتار الأخيرة. الشايبة 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 مع البداية، قمرية قادمة، قمرية قادمة مع المركز الثاني بشعار الرميثي. النيادي يصل إلى المركز الثالث، ولكن بالعوضي بالعوضي بالعوضي، الشايبة 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 الشايبة، محمد بالعوضي المنهالي المنهالي، ولكن محافل محافل تتقدم، محافل وصلت، أحمد بن مبارك الشامسي. ولكن خلاص أمور الشوط مع الشايبة مع الشايبة ومع الشايبة مع شعارك المنهالي. الله الله الله، محافل محافل الشايبة، محافل الشايبة الشايبة الشايبة، محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي يعبر بالسلام من أوابي هذا الميدان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا والنوماس لمالك الشايبة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. محافل حل الثانية ثانيا، أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي المركز الثالث. وصلت قمرية، راشد بن علي بن خليفة الرميثي المركز الرابع. وصلت في هذه اللحظات مزون، أحمد بن سعيد بن عامر النيادي المركز الخامس. وصل مع خامس المراكز خالد بن حميد بن حارب المهيري مع حضور. التهاني والتبريكات لمالك الشايبة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا لمحمد بن عوضي بن يحيى المنهالي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وتحقيقها للمركز الأول في هذا الشوط، شوطنا الخامس من نصيب الشايبة. التهاني والتبريكات لمحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وعلى حصول الشايبة بالمركز الأول. هذه الشايبة من ظفرت بنوماس هذا الشوط لتهدي السلام إلى شعار بالعوضي ومحبي شعار بالعوضي. ها هي لحظة وصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز والنوماس والانتصار مع الأمتار الحاسمة لهذا الشوط. حضرت الشايبة لتعلن تواجد وحضور شعار بالعوضي. التهاني والتبريكات لمحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي. التوقيت الزمني 13 دقيقة 20 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. المركز الثاني محافل أحمد بن حمد الشامسي، 13 دقيقة 20 ثانية 8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث المركز الثالث وصل مع ثالث
المراكز راشد بن علي بن خليفة الرميثي مع قمرية 13 دقيقة 22 ثانية 8 أجزاء من الثانية. هذا توقيت قمرية صاحبة المركز الثالث. تهانينا والنواس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل ومنك طلب السداد والتوفيق والنجاح. مشاهدينا متابعينا العالم.